على الرغم من تصاعد تهريب المخدرات على الحدود السورية الأردنية، حكومة الأسد تطالب الأردن بتسهيل عبور الشاحنات. احتجاجات غاضبة في السويداء، والمتظاهرون يقطعون الطرقات ويجهضون مسيرة مؤيدة للأسد. وشرقي سوريا، الإدارة الذاتية التابعة لقسد تفرض حظر تجول في دير الزور بعد تزايد الهجمات على نقاطها العسكرية. نشرة أخبار المنتصف، أهلا بكم. طالب وزير الزراعة في حكومة الأسد محمد حسان قطنة طالب الأردن بتقديم تسهيلات لعبور الشاحنات من معبر نصيب جابر في وقت كثرت فيه عمليات تهريب المخدرات من مناطق سلطة الأسد للأراضي الأردنية. التقرير والتفاصيل. سياسة الحفاظ على القطاع العام، وكأن حكومة الأسد تعيش في عالم آخر، وكأنها لا تعيش أزمة على الحدود الأردنية مع تكرار عمليات تهريب المخدرات والأسلحة، إضافة لأزمة تبادل العبور على معبر نصيب جابر. وزير الزراعة في حكومة الأسد محمد حسان قطنة طالب الأردن بتقديم تسهيلات لعبور الشاحنات التي تحمل المنتجات الزراعية بين سوريا والأردن لما يعود بالفائدة على البلدين. جاء ذلك أثناء لقائه بشرى سلمان رئيس نقابة عمال الزراعة والمياه والصناعات الغذائية الأردنية في دمشق وفق وكالة سانا التابعة لسلطة الأسد. قبل ساعات من اللقاء أعلنت القوات الأردنية إحباط محاولة تهريب شحنة مخدرات مخبأة في قذيفة بلاستيكية، وقال حرس الحدود الأردني إنه ضبط كمية من حبوب الأميفيتامين المخدر المعروفة بحبوب الكبتاجون مخزنة في قذيفة بلاستيكية. إلنا 10 أيام بجمرك نصيب. كثيرا ما اصطفت الشاحنات عند معبر نصيب جابر الواصل بين سوريا والأردن في انتظار عمليات التفتيش بسبب ضبط الأردن عشرات محاولات تهريب الكبتاجون داخل الخضروات أو الفواكه أو ألعاب الأطفال، ما تسبب في إغلاق المعبر ساعات طويلة في وجه المركبات القادمة من مناطق سيطرة الأسد. وكان وزير الداخلية الأردني مازن الفرايا أشار في وقت سابق إلى أن بلاده تعاني من كثرة عمليات تهريب المخدرات عبر الحدود، مؤكدا على وجوب التدقيق الشديد على الشاحنات القادمة من مناطق سيطرة الأسد. هذا الموضوع موضوع الحدود السورية ضروري، يعني الجميع بيعرف أنه هي سبب رئيسي لدخول المخدرات الأردن ودول الخليج العربي ودول أخرى. احنا اليوم كل شاحنة تدخل معبر جابر من سوريا نفترض أنها تحمل مخدرات ما لم يثبت عكس ذلك. ينافي المنطق أقوال وأفعال الأسد ومسؤوليه، بالرغم من الأحداث الدامية التي تمر بها المنطقة تستمر سلطة الأسد بتهريب المخدرات نحو الأردن وبلدان أخرى، مستغلا الانشغال الدولي والإقليمي بما يحدث في فلسطين. ومعنا السيد أيمن أبو محمود الناطق باسم تجمع أحرار حوران معي من عمان. حياك الله، ما هي إمكانية استجابة الأردن لتسهيل عبور وسائل النقل القادمة من مناطق سيطرة سلطة الأسد إلى الأراضي الأردنية؟ نعم، تحية لك وللسادة المشاهدين لقناة حلب اليوم. الأردن بالحقيقة بات يفترض بأن كل شاحنة قادمة من الأراضي السورية بات يفترض أن بداخلها شحنة مخدرات، وهذا جاء على تصريح وزير الداخلية الأردني مازن الفراية مطلع شهر تشرين الأول الجاري. لذلك التطور الخطير بأساليب وابتكار الميليشيات المحلية التي تعمل على تهريب وترويج المخدرات إن كان بداخل السوري أو إن كان تهريبها إلى الخارج إلى دول الخليج العربي، باتوا يبتكرون طرق عدة آخرها. قبل يعني يوم قذيفة بلاستيكية بداخلها حبوب الكبتاجون تم إطلاقها من الأراضي السورية. السلطات الأردنية أعلنت عن هذه العملية وأشارت إلى أن الميليشيات باتت تبتكر طرقا وأساليب جديدة لعمليات تهريب المخدرات. لذلك باعتقادي أن الأردن سيفرض مزيدا من الإجراءات والتقييدات على الشاحنات القادمة من الأراضي السورية، على اعتبار بأن الميليشيات
تسعى إلى تهريب المواد المخدرة عن طريق الشاحنات وتم ضبط. نعم، لكن كيف تفسر مطالبة الوزير التابع لسلطة الأسد للأردن بتسهيل عبور الشاحنات؟ هل يستند على شيء؟ بكل تأكيد هناك كما أشرت تقييدات من قبل الجانب الأردني، وهذا يعني حق مشروع بالنسبة للأردن بالنسبة لضبط الشاحنات جميعها، وهذا يعني ما يندرج أيضا في سياسة العقاب للنظام، لأن يعني شحنات المخدرات تمر عبر معبر نصيب جابر، عشرات الشاحنات التي كانت تحمل المواد المخدرة كانت تأتي من مناطق سيطرة النظام السوري، سواء عبر التهريب من الشريط الحدودي من المناطق الجنوبية لمدينة لمحافظة السويداء، وأيضا من خلال معبر نصيب جابر تم ضبط عشرات الشاحنات. أشكرك أيمن أبو محمود الناطق باسم تجمع أحرار حوران، كنت معي من عمان. ناقش رئيس هيئة التفاوض السورية بدر جاموس مع المبعوثة البريطانية لسوريا السيدة أن سنو تطورات الملف السوري ودور المجتمع الدولي في دعم العملية السياسية في سوريا، وأكد رئيس الهيئة خلال اتصال مرئي على أهمية دفع العملية السياسية وإطلاع الدول الصديقة للشعب السوري على دورها الحقيقي في دعم العملية السياسية وتطبيق القرار الدولي 2254، مشددا على ضرورة عدم السماح لسلطة الأسد بالتصعيد والقصف الهمجي والأعمال العسكرية ضد السوريين شمالي البلاد. من جانبها جددت السيدة سنو التأكيد على مواقف بلادها المؤيدة للعملية السياسية وفق القرارات الدولية واستمرارهم بتقديم الدعم السياسي والإنساني والقانوني للقضية السورية. تستمر المظاهرات في محافظة السويداء لليوم 61 على التوالي المطالبة برحيل سلطة الأسد وتطبيق القرارات الأممية. التقرير والتفاصيل. لليوم 60 على التوالي تبعث محافظة السويداء برسائلها التي تواكب تطورات سوريا والمنطقة والمطالبة برحيل بشار الأسد وسلطته. موقفنا واضح، نحن خرجنا لإسقاط نظام بشار الأسد، نظام الكبتيكول، نظام المخدرات، نظام الإشراف، نظام الميليشيات والعصابات الإرهابية. الرحمة لأهلنا في الشمال السوري للأطفال والنساء والشيوخ الذي يقوم بقصفهم النظام المجرم. صفحة السويداء 24 قالت إن الاتحاد الرياضي التابع لسلطة الأسد دعا من أجل التجمع للخروج بمسيرة مؤيدة لسلطة الأسد أمام الملعب البلدي بحجة أنه تجمع لنصرة غزة، وهو الأمر الذي رد عليه أبناء السويداء من خلال قطع الطريق المؤدية إلى الملعب بالإطارات المشتعلة، فيما خرجوا بمظاهرة تهتف ضد سلطة الأسد. سريتكم يا عم تدعوا الإنسانية يوم هالنظام المجرم قصف أطفال درعا وقصف شعب درعا وقصف أهل إدلب وأهل حمص وقصف جميع المحافظات السورية وهبط البيوت على رؤوس أصحابها، كانت أطفال عم بتموت بالكيماوي ومن الوجع ومن الألم، وين كان ضميركم يا مدعين الضمير والإنسانية؟ تستمر السويداء باحتجاجاتها المطالبة برحيل سلطة الأسد وتطبيق القرارات الأممية، وهي مطالب الشعب السوري الرافض لحكم الأسد، بينما تبقى إمكانية تنفيذ تلك المطالب رهن المصالح الدولية في منطقة تبحث كل دولة عن تحقيق مكاسب جديدة لها تضاف إلى مكاسب سابقة حققتها خلال 12 عاما مضت. ارتفعت أجور معاينات الأطباء في مناطق سيطرة سلطة الأسد بشكل كبير خلال الفترة الماضية ووصلت إلى 100,000 ليرة عند بعض الأطباء، بل حتى أن بعضهم أصبحوا يتقاضون بالدولار الأمريكي وفق ما نقل موقع الاقتصاد اليوم. وقال الموقع في تقرير إن ارتفاع الأجور طال أيضا المشافي الخاصة، حيث وصلت كلفة العناية المشددة للمريض يوميا بين 4 إلى 5 ملايين بسبب عدم قوننتها وعدم وجود لائحة سعرية بالنسبة للعناية المركزة فيها.
كما نقل الموقع عن عضو مجلس الشعب التابع لسلطة الأسد سمير حجار قوله إنه من الصعب ضبط التعرفة إلا في حال كان هناك شكوى، وبالتالي فإن الموضوع هو عرض وطلب، ومن هذا المنطلق فإن التعرفة متروكة لأخلاقيات الطبيب ولضميره وفق تعبيره. أقيم في مدينة إسطنبول التركية مهرجان البردة الأول في ذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسط مشاركة عربية وإسلامية. حضر المهرجان شعراء ودعاة وأكاديميون للاحتفال بهذه المناسبة التي يحييها العالم الإسلامي بأسره. أنا ما مدحت محمدا بقصائدي، لكن مدحت قصائدي بمحمدي. مهرجان البردة في شهر ربيع الأول تحت هذا العنوان أقيم في ولاية إسطنبول التركية مهرجان شعري في ذكرى المولد النبوي، ذكرى سنوية لها ما لها من مكانة في قلوب المسلمين حول العالم، بحضور ضيوف كبار من مختلف أقطار الوطن العربي، أكثر من 30 ضيفا جاءوا إلى هنا ليعلنوا حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليمدحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المهرجان هو الأول من نوعه بموضوعه وحضوره وضيوفه، وجاء في هذه الآونة لأنها ربيع الدنيا. هذا المهرجان هو لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في القدس، في الشام، في بغداد، في حلب. أبرز ما شد وجذب الحاضرين إلى هذا المكان وهذه المناسبة فقرة الشعر التي سالت فيها أقلام الشعراء وجادت بها قرائحهم، فكانت كالجبال شموخا ورفعة وكالمياه رقة وسحرا وجمالا، لكنها تبقى بضاعة مزجاة بين يدي خير البشر ورسول الرحمة. المشاركة زادتني شرفا وزادتني سرورا، لأنها يعني نجتمع فيها على حب محمد صلى الله عليه وسلم، نجتمع فيها على الكلمة الطيبة، نجتمع فيها على مدح محمد صلى الله عليه وسلم. هذا النبي الذي أنقذ الأمة، أنقذ الخلق، أنقذ البشر، ويعني رفع من شأن المسلمين وجعل دينهم وكتابهم الخاتم والخالد. صلوا على محمد سيدي كونين وتقالي. فقرات أخرى إنشادية وتعريفية بسيرته ونهجه وأخلاقه وتعاليمه السمحاء أثرت المهرجان وأثارت الشجون. أعتقد أن هذا النوع من المهرجانات أصبح ضرورة، هو يتعرض للوضع العام الراهن ولا يقتصر على المديح النبوي، وهذه ميزة. في حال كان هناك أي فعاليات أخرى يستطيع الإنسان أن يشارك همه ووجعه، بالإضافة إلى مديح النبي صلى الله عليه وسلم، وكل هذه الأمور أمور مشتركة في الأصل، وأدعو لاستمرار هذا النوع من الفعاليات كل عام. ورغم أنه يقام للمرة الأولى في إسطنبول، شهد المهرجان حضورا ومشاركة واسعة من شعراء ودعاة وأكاديميين عرب ومسلمين. بمشيئة الله العام القادم. نشرتنا مستمرة وفيها بعض الفاصل. بالتزامن مع ضعف الطلب، هبوط في أسعار السيارات الأوروبية شمال غربي سوريا. أهلا بكم من جديد في نشرة أخبار المنتصف. فرضت قوات سوريا الديمقراطية حظر تجول في محافظة دير الزور اعتبارا من اليوم الثلاثاء بعد تزايد الهجمات التي تستهدف النقاط العسكرية والحواجز التابعة لها. وقالت الإدارة الذاتية في بيان إن حظر التجوال يأتي بناء على مقتضيات المصلحة العامة ونتيجة الظروف الأمنية التي تمر بها دير الزور، موضحة أن الحظر مقسم على مرحلتين، الأولى تشمل فرض حظر للدراجات النارية المدنية والعسكرية على الطرق الرئيسية على مدار 24 ساعة، والمرحلة الثانية تتعلق بحظر التجول الشامل من الساعة السادسة حتى الساعة السادسة صباحا من اليوم التالي باستثناء الحالات الإنسانية.
ومعنا السيد مؤيد العبد الله الصحفي من ألمانيا، حياك الله. ما هو الوضع حاليا في دير الزور وفق معلوماتك؟ هذا يومك تحية هذا المشاهدين. رأينا بالأمس قصد أصدرت قرار قضاء التجوال في دير الزور. طبعا القرار ليس بجديد، القرار يتضمن قضاء التجوال على مرحلتين. المرحلة الأولى في الطرق العامة والشوارع الرئيسية منع حظر الدراجات النارية، أما المرحلة الثانية فهي حظر كلي يشمل منع السيارات، منع حظر التجوال ليلا. قصد من خلال هذا القرار ربما لديها نية في شن حملة اعتقالات في رياض دير الزور كما حدث ليلة أمس عندما قامت مداهمة بلدة الشحيل وشن حملة اعتقالات واعتقال عدد من الأشخاص، أو منع تحرك مقاتلي العشائر في رياض دير الزور لمنع حدوث أي ضربات جديدة. ورأينا أول أمس وكانت هناك اشتباكات في الجربي وفي ديبان وفي الحواج، والاشتباكات تكررت في الأيام الماضية في عدة مدن وبلدات. طبعا قصد تحاول منع تحركات المقاتلين وربما تفضل لحملة مداهمات. رأينا في الأمس أيضا هناك رتل قادم من الحسكة توجه إلى منطقة المعامل، كان برفقة مروحيات وطيران مسير. طبعا تجهيز قصد ربما تجهز لحملة مداهمات لملاحقة مقاتلي العشائر. ورأينا مؤخرا هناك عدة مدن وبلدات تعرضت لمداهمات. نعم سيد مؤيد، سيد مؤيد، أمام ما ذكرت من ملاحقات أمنية واعتقالات وأيضا حظر للتجوال، برأيك هل ستنجح قسد في التخفيف أو ضبط الوضع في دير الزور؟ لا أظن ذلك، ربما لأن قصد لم تحقق مطالب هذا دير الزور. يعني رأينا مظلوم عبدي يتكلم عن أنه سيحقق مظالم هذا دير الزور أو سيرد إلى مطالبهم أو تحقيق المظالم التي تعرض لها أبناء دير الزور، لكن ما رأيناه هو حملة اعتقالات. حتى طالت الأبطال القصر أو كما حصل في الشهر الماضي أو مصادرة المنازل لمعاقبة مقاتلي العشائر وملاحقة المطلوبين، وأحيانا اعتقال الأبطال وتهديد عائلهم، أما تسليم الأشخاص أنفسهم أو اعتقال عوائلهم. طبعا لم نرى أي تحقيق أي مظالم لأهالي مدينة دير الزور، لا يزال هناك قيادات من قنديل، قيادات من إيران هم الذين يتحكمون في مدينة دير الزور. لم يتم إزالة أي قيادي من قسد من القيادين الذين ارتكبوا انتهاكات في دير الزور. رأينا هناك حملة اعتقالات. إذن وبالتالي يعني برأيك سيبقى المشهد ملتهب. أشكرك جزيل الشكر السيد مؤيد العبد الله الصحفي، كنت معي من ألمانيا. شهدت جزيرة لامبيدوزا الإيطالية رسو عدة قوارب لمهاجرين بعد منتصف الليل بلغ عددهم 100 شخص بينهم سوريون بحسب وكالة أكي الإيطالية. قالت الوكالة نقلا عن مصادر أمنية لم تسمها أن المهاجرين 100 الذين وصلوا على الجزيرة أو على جزيرة صقلية ينحدرون من باكستان وبنغلاديش وسوريا ومصر وإثيوبيا دون تحديد النقاط التي انطلقوا منها، مشيرة إلى وجود نحو 800 مهاجر حاليا في النقطة الساخنة في صقلية، ومن المتوقع نقل أكثر من 300 مهاجر منهم إلى مدينة بورتو الإيطالية. حسمت لجنة الحج السورية العليا التابعة للائتلاف الوطني الجدل الذي أثارته سلطة الأسد عن استلامها ملف الحج والعمرة من يد المعارضة بعد إعلان لجنة الحج شروط ومواعيد التقديم بالطلبات للصفات الإدارية لموسم 2024. وذكرت اللجنة في منشور مطول عبر صفحتها الرسمية فيسبوك الشروط العامة والخاصة والتعليمات والمواعيد للتقديم بطلبات للصفات الإدارية، من أهمها رئيس المجموعة والموجه الديني والمعاون والمنسق لموسم 2024. وكانت في الفترة الأخيرة قد أعلنت وزارة الأوقاف التابعة لسلطة الأسد عن عقد ورشة عمل بالتعاون مع وزارة السياحة وعدة وزارات أخرى وحضور أكثر من 80 مكتبا للحج والعمرة بهدف وضع الضوابط والاشتراطات والآليات الإجرائية لتأطير نشاط الحج والعمرة مع عودة العلاقات بين المملكة العربية السعودية وسلطة الأسد. تشهد أسواق السيارات في مدينة سرمدة شمالية سوريا ضعفا شديدا في حركة البيع مع انخفاض أسعار السيارات بنسبة ملحوظة وصلت إلى 20%. المزيد في التقرير التالي. قد يظن الناظر لهذه الصورة
أنها كراج لحجز السيارات، ولكن الواقع مختلف تماما. فهنا تجمع السيارات الأوروبية المستوردة بالقرب من مدينة سرمدا بريف إدلب الشمالي، حيث يعمل أسامة ورفاقه على إجراء الفحوصات الأولية للسيارات وتبيان وضعها وإصلاح ما يلزم فيها، ليتم نقلها إلى المكاتب أو إلى السوق الحرة لإتمام عملية بيعها. هذا الرفراف هذا كله بتغير ببلاد الشيوخ. اليوم صراحة السيارات أسعارها مناسبة لجميع الطبقات اللي بتحسنوا يشتروا سيارة أو يتقدموا بشراء سيارة. اليوم السيارات إن كان حديثي أو بالنسبة لموديلات قديمة أو موديلات حديثي أسعار مناسبة للجميع. أسعار اليوم أسعار رخيصة عن السوق اللي كان من مدي. تشهد مكاتب السيارات في سرمدا ضعفا شديدا في الحركة الشرائية من قبل الأهالي، مع أن الأسعار وصلت إلى أدنى حدودها منذ بداية استيراد السيارات من الدول الأوروبية والدول المصنعة ككوريا والصين وغيرهما، حيث أن انخفاض الأسعار وصل إلى أكثر من 20% في بعض السيارات بحسب أصحاب المكاتب. السيارة نأخذها ب45 يدفعونا 35 بالمكاتب، السيارة نشتريها ب30 يدفعونا 25 بالمكاتب. الزبون الجناء يجي على المكاتب يدور شوي يروح على الحرة يشتري خبرة التاجر، يشتري خبرة التاجر ب50 دولار، بعد ما يشتري التاجر السيارة ب40 يقول له خذ 40.5 وعطيني هالسيارة. وبالنسبة للوضع احنا مكاتبنا ما حد يفوت عليها، انا عندي سيارات هلق هلق هلق، اتحدى كل تجار المنطقة الماخذ ب45 بدي ابيعها ب35. يرى بعض أصحاب مكاتب السيارات إن ضعف الحركة الشرائية يعود لعدم بيع أصحاب السيارات القديمة سياراتهم لذات السبب، وهو انخفاض أسعارها، فيما يكمن الحل بفتح منافذ جديدة لتصريف السيارات كما يقولون أو إيقاف استيرادها مؤقتا. بالنسبة للسيارات لأنها هون بمحرة صار شيء كتير، يعني صار شيء كتير، يعني حتى المكاتب صار فيها شيء كتير غير المستوردين. يعني هلا الاراضي عندك مليانه سيارات، المستوردين عندهم شيء 3000 سياره، هون بالمكاتب صار في شيء بيجي 4000 سياره بس بالمكاتب، وبيع ما في. عرف شلون؟ يعني اليوم اللي راكب سياره ما بقى يبيع سيارته لانه السوق كاسر. تمام، لك هلا مكتبنا مليان، المكتب ما كان بحياته لهيك السيارات. تفيض مكاتب سرمدا واسواقها بالسيارات الاوروبيه، فلا منافذ شرائية ولا حركة تجارية تذكر بحسب أصحاب مكاتب السيارات. سعيد السعيد، حلب اليوم، من سوق السيارات في مدينة سرمدا. أطلقت مديرية الزراعة في المجلس المحلي لمدينة بزاعة شرقية حلب حملة تشجير في المدينة تحت شعار لتصبح مدينتنا أجمل. تأتي هذه الحملة للحد من تراجع المساحات الخضراء في الشمال السوري ووقف التصحر. تحت عنوان لتصبح مدينتنا أجمل، أطلقت مديرية الزراعة في مدينة بزاعة شرق حلب حملة تشجير في المدينة بغية زيادة المساحات الخضراء. شارك فيها ممثلون عن عدد من الجهات المحلية، كما شكلت فرصة لتعليم طلاب المدارس خرس الأشجار والعناية بها. كثرة التصحر حاليا في مناطقنا بشكل عام بالشمال السوري، فبالتالي نحن هي المبادرة لجعل غطاء نباتي للمنطقة، يعني زرع الشوارع الرئيسية، المدارس، الطرقات. وثانيا اصطحبنا معنا الأطفال، الهدف من اصطحاب الأطفال معنا طلاب المدارس هي إرسال رسالة لهالطفل هذا إنه هي السجرة له، وبالتالي يعني نخلق ثقافة إنه ما نقطع السجار. 1000 غرسة من الأشجار الحراجية وأشجار الزينة ستوزع على الحدائق والمدارس والشوارع الرئيسية في المدينة. حملة التشجير لاقت استحسان الأهالي الذين طالبوا باستمرار حملات التشجير والاهتمام بها. وياريت يصير بالممرات على الطرقات داخل البلدي وعلى أطراف البلدي، وهذا ممتاز، ونحن نتمنى من المجلس يعني يعطي كمان اهتمام. يا أخي حديث رسول عليه الصلاة والسلام قال ما كان في يدي غلسة حتى بتقوم الساعة فليغرسها. حملات التشجير في الشمال السوري وزيادة المساحات الخضراء تأتي أهميتها بعد تدهور الغطاء الأخضر داخل المدن وخارجها خلال السنوات الأخيرة،
والسبب هو القطع الجائر للأشجار بغية الاحتطاب وتراجع منسوب الأمطار والتكلفة الكبيرة لسقاية الأشجار. تعتبر هذه المبادرة هي الأولى من نوعها داخل المنطقة في محاولة من الجهات المحلية لتخفيف وطأة التصحر وملء مساحات شاسعة بالأشجار داخل المدينة وأطرافها. من داخل مدينة بزاعة، سراج الشامي، قناة حلب اليوم. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى موقعنا الإلكتروني halabtodaytv.net. دمتم بخير، إلى اللقاء.